والآن من شرم الشيخ ينضم إلينا أيضا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس ليطلعنا على أهم ما حدث اليوم وأهم الجلسات. إليك كريم. نعم، اليوم كما يعني رصدنا على مدار اليوم له سمة خاصة وهو التمويل. ربما الجلسة الأولى كانت تتحدث في بداية اليوم عن مصادر التمويل وكيفية التعامل مع هذه المصادر وأيضا الآليات التي يجب أن ينفذ بها هذا التمويل عن طريق التطبيق الفعلي على أرض الواقع وعن طريق أخذ هذه الخطط والاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها منذ فترات طويلة في المؤتمرات السابقة لمؤتمرات المناخ. وبعد ذلك تبعها جلسات بالطبع خاصة وهامة جدا وهي التحول للأخضر، ولكن التحول أيضا للأخضر له يعني جوانب عديدة ومنها بالطبع الطاقة الخضراء، والاستثمار في الطاقة الخضراء هو استثمار بالطبع يعني مكلف في حقيقة الأمر، وخصوصا أن التوجه الآن في الاستثمار في طاقة الهيدروجين، وطاقة الهيدروجين يتم استخراج الهيدروجين الأخضر بنسبة 90% تقريبا من الهيدروجين و10% من الهيدروجين الأزرق، والهيدروجين الأخضر هو الأهم للتعامل وليكون يعني صديق للبيئة. كان هناك أيضا جلسات تتحدث عن أو الجلسة تتحدث عن فكرة التعويض الخاص بالدول النامية والدول ربما التي تأثرت بشكل مباشر من التغيرات المناخية بشكل سلبي، والتي كان السبب فيها في الأساس هي الدول الصناعية أو الدول الرائدة صناعيا، والتي أثرت بشكل مباشر على التغير على المناخ بشكل عام مما أدى لزيادة حرارة الاحتباس الحراري وارتفع بدرجة كبيرة عن الدرجة الطبيعية مما أثر في جميع مناحي الحياة سواء كان الأمن الغذائي أو حتى الأمن المائي، مما يؤثر أيضا بشكل مباشر على الإنسان وهو ما يؤدي للمجاعات. لذلك كان هناك يعني مطالبات من الدول النامية بالتعويض أيضا عن خسائرهم بسبب ما أدت إليه الصناعات الخاصة بالدول المتقدمة. وهناك أيضا ربما توجه أكثر وتركيز على القارة الإفريقية والدول في القارة الإفريقية، وكثير منها بالفعل دول نامية تأثرت بشكل مباشر، وتحدثوا عن آليات تطبيق الفكرة الخاصة بالتمويل من الدول الرائدة، وهو التي وصل حجم التمويل المتفق عليه من قبل إلى 100 مليار دولار، والذي لا. توقف بعد ذلك بسبب ربما الجوائح المختلفة أو ربما الظروف المختلفة منها جائحة فيروس كورونا، وكيف أيضا أدى هذا إلى توقف زيادة التمويل وتوقف تطبيق الفعلي للتمويل للوصول للدول النامية ومساعدتهم على ربما أن تتخطى الآثار السلبية الخاصة بالتغيرات المناخية أو حتى إنشاء أفكار جديدة أو عفوا تنفيذ أفكار جديدة لتكون صديقة للبيئة وأيضا تقلل من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر بشكل عام على التغيرات المناخية. لذلك أيضا التمويل بشكل عام هي سمة رئيسية لهذا اليوم، ولكن كان هناك أيضا أحاديث أخرى عن كيفية التعامل إذا لزم الأمر وإذا وصلوا إلى أن التمويل لم يتم تطبيقه على أرض الواقع مثل ما حدث من قبل، فما هي الحلول البديلة؟ والحلول البديلة كانت دائما في التعاون الدولي والتكاتف الدولي، ومنها التكاتف الإفريقي والتكاتف القاري هنا في قارة أفريقيا، عن طريق زيادة المجالات المختلفة الصديقة للبيئة، على سبيل المثال زيادة الرقعة الزراعية في القارة الأفريقية، أيضا الحفاظ على الأمن المائي وأيضا الحفاظ على الحقوق المائية الخاصة بالجيران داخل القارة الأفريقية، وأيضا التعامل والتعاون للحد من المجاعات الموجودة أيضا في بعض الدول الأفريقية. ربما هذه كانت سمة جلسات اليوم هنا في كوب 27. نعم كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك من شرم الشيخ.